السلام عليكم. دابا بالنسبه للمهرجان، انا يعني شخصيا كنحس به مهرجان ناجح، لان كانت بدايه طيبه، بدايه ديال هذا، كانت واحد المجموعه ديال الافلام ديال الشباب، نقدروا نقولوا افلام شبابيه دير المونتاج، افلام شبابيه قصيره، ويعني وكانت جمهور كثيف اللي جا شاهد ديك الافلام. اليوم انا تنشوف بان الاختتام كاينين واحد المجموعه ديال الوجوه، كاين مجموعه ديال الشخصيات حاضره، كاينين كنظن بان الشباب المخرجين كيتسناو في النتيجه، ولكن بالنسبه لي انا النتيجه بحال تعطاتهم نهار الاول اللي هما شافوا الناس هذاك العمل. لان شنا هي النتيجه الايجابيه؟ هو ان هذاك الشيء العمل اللي انت عطيتيه او لذاك الوليد الجديد ديالك، ان الناس تعرفوا عليه وشافوه، وهذا انا بالنسبه لي هذاك هو النجاح. وعاد لان احنا بالنسبه لهذا الشباب اللي تيجي للمهرجانات، هو مزيان يتواصل مع المهرجانات ويتواصل مع المخرجين اللي في السن ديالو او لا كبر منه او لا صغر منه، باش يتعلم، بتكون عنده واحد التجربه اللي هي علاش نقولوا حنايا تيشوفوا شي شاب كيتخرج مثلا داكشي ديال لودي فيزيوال، اخراج كاميرا، هادي ما يمكنش نعطيو حنا كارت ديال بروفيسيونيل هكاك لان جاب ديبلوم. لا، كاين واحد الستاج اللي كيتمرن. فبالنسبه حتى لهاد المخرجين الشباب، التمرن ديالهم هو بالمجيء لهاد المهرجانات، وكيشوف الخطا اللي هو دار في الفيلم ديالو، وكيتصنت للناس مثلا لديك اللجنه ممكن تكون عنده واحد روح رياديه باش يسول على داك الكورميتراج ديالو اشنو هو الغلط، ماشي علاش ما عطيتونيش لهذا. الله يخليكم نتوما كناس اللي واصلين وعندكم تجربه كبيره في هذا الميدان وفي هذه، شنو من الاخطاء اللي انا ارتكبت اللي مره اخرى ما نرتكبش عليها، ويشوف داك الكورميتراج اللي هو خد النتيجه الاولى او لا هذا، يعني يشوف شنو هما السمات اللي هو ما عندوش هو في الكورميتراج ديالو. وبالالتحام مع الاصدقاء وباللقاء ديالهم هكا في المهرجان وهذه، ما يكون جاي باش يدور ولا باش يتفلى ولا، ولكن خصو يكون عنده واحد التقارب مع الناس، مع الشباب اللي في السن ديالو ولا هذا، لان انا تنقول هنيئا لهم اللي شدوا هذا الطريق، طريق نقيه، ان الفن راه هو كيهذب الروح، كيحسن الاخلاق، يعني هنيئا لهم بهذا الطريق اللي تيشقوها في ميدان الفن. الله يبارك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.